هاد الناس مساكن واقفين معانا باش يبينوا لنا حقوقنا. راه الرشوه راه ولات سايره على هاد البلاد، وراه قلت القانون وقلت الحق. والله يجازيهم بخير هاد الناس اللي مدايرين هاد التجمع وتيديروا هاد العيد محتفلين به على اتم ما يكون، ولهم جزيل الشكر. الاربعه الاولاد راه الكرام، راه المراه الصوتيه جبد كنقري ولادنا في المدرسه عاديه. واش مدينه مسكته ما فيها لا خدمه ما فيها لا معامل، وفين عايشوا هاد الدراري؟ فين عايش هاد الشباب؟ وفين عايش؟ شكوى الله، شكوى الله. هادشي الجروي راه واصله لعظم اخوتي، اللهم انا ضمن كراده، اللهم انا ضمن كراده. ليهم ما عندنا حتى شي حاجه حنايا، هذاك المطور باش خدام عليا راسي انا وليداتي اربعه، حنا كنطلبوا منهم يديروا معنا شي حل على المواطن خدام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اليوم نظم مسيره بمناسبه فتح ماي، حتى نؤكد للطبقه الشغيله اننا دائما في الواجهه، واننا دائما نتحمل المسؤوليه كامله. هذا الدرع النقابي لحزب الاستقلال يؤكد دائما على انه في اوج العطاء، وانه دائما هو الاشاره حتى نستمر في النضال. واليوم كانت مشاركه فعاله لجميع القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي وقطاع ارباب الدراجات وقطاع الدراجات الثلاثيه وقطاع القطاعات الخاصه التي انخرطت، لانها في امس الحاجه لهذه الوقفه وهذه المسيره حتى تعبر عن احتجاجاتها فيما يخص جميع النواقص في القطاعات التنموية الشاملة، ولأن الانخراط في مشروع الإصلاح فهو مشروع إجماعي ومشروع شامل، وأن مسؤولية النجاح هي مسؤوليتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله. حزب الاستقلال بإقليم سيد سليمان اليوم ونحن نحتفل بفاتح ماي، ألا وهو عيد الشغيلة المغربية، عيد الشغيلة السليمانية. نحن كحزب الاستقلال نعتبر اليوم أنه يوم للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك لإنجازاته وذلك لوعوده التي يقطعها مع نفسه ومع المناضلين للدفاع عنهم. فنحن في حزب الاستقلال نعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو الذراع القوي لحزب الاستقلال، إنه الذراع النقابي الذي نعتز به ونفتخر به، كما أننا ندعم القرارات التي خرج بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة المغربية، رغم أنه طال إلى 8 سنوات من الحوار الاجتماعي الذي نعتبره الآن أنه استرجاع لبعض الحقوق من حقوقنا التي سلبت. كما نعرف أنه قبل الحكومتين الأخيرتين كنا قد حصلنا على العديد من الامتيازات، وخير مثال هو حكومة عباس الفاسي. الآن اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.